فضيلة الشيخ وفقك الله، يقول السائل، يقول نحن من اليمن ونأكل القاتا ولا يخدرنا، وإذا أكلناه فإنه يعيننا على القراءة وهو لا يعينكم على الجلوس وترك الصلاة، تخزين يأخذ يوم كامل وهو مخزن ما يقوم ولا يصلي ولا يشتغل نفسه ولا يطلب الرزق، هذه القاتا، ليش تجحد هذه الجهود؟ نعم.